تعالى تعالى اعرفك ازاي تعمل ضبط مصنع للتليفون سامسونج جالاكسي A30 بالطريقه الصحيحه، فتابع معايا الشرح ده. تبدا تطفي التليفون من هنا، تطفي من الباور خالص، تمام. نبدا نضغط على زرار الباور مع زرار رفع الصوت، تطلع معانا الواجهه اللي انت شايفها ديت. هتبدا تنزل كده من زرار خفض الصوت، تمام، لحد خيار مكتوب عليه اسمه ويب داتا، تمام. الخيار دوت هتبدا تضغط على زرار الباور، تمام، وهتستنى تطلع معاك الواجهه ديت. هتنزل لحاجه اسمها الاعدادات الاصليه، وتبدا تضغط كمان على زرار الباور. اول ما تضغط على زرار الباور التليفون هيطفي معاك بالطريقه اللي انت شايفها ديت. هتستنى شويه هتطلع معاك نفس الواجهه اللي احنا كنا عليها من الاول. هنبدا نضغط برضو من زرار خفض الصوت، تمام، وهنبدا ننزل لحاجه او خيار اسمه خيار الكاش، تحت على زرار الباور، وبعدين ننزل عند كلمه يس، نضغط على زرار الباور. احنا شايفين كده التليفون بدأ يشتغل.